الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابل يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحبيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحصي يا الله، المميت يا الله، الحي يا القيوم يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، التواب يا الله، التواب يا الله، التواب يا الله، المنعم يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا الله، الرب يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المعطي يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله، يا الله، يا الله، يا الله،
يا الله 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 يا بے کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، حرمین شریفین کی بار بار زیارت عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن کو ہمارا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا، اور اس دن نبی علیہ السلام کے ہاتھ حوض کوثر کا جام عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے کریم آقا ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ اگر توبہ قبول نہیں کرنی پھر بھی توبہ قبول فرما، اللہ پھر بھی توبہ قبول فرما، پھر بھی توبہ قبول فرما، میرے مولا پھر بھی توبہ قبول فرما، اے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت